اعدادي اجمل ناس في الدنيا. النهارده ان شاء الله بنزل لكم فكره تصوير كتاب كله. طبعا الليسننج ده الحقيقه ما حلتوش، بس مش مشكله، الباقي كله محلول يعني. تمام، طبعا انا محافظه جدا على فكره ان رقم الصفحه تبان. الناس اللي طلبت مني صفحه 6 اهي، صفحه 6 اهي محلول. تمام، اعذروني علشان انا الى حد كبير كان المفروض اصور الكتاب ده من فتره، لان انا حلاه من فتره طويله، حوالي اسبوعين تقريبا حلاه كله، بس الحقيقه الوقت عندي ما كانش يسمح لي ان انا اصوره. انا طبعا هفر بسرعه عن كده شويه، وانت بقى بطئ الفيديو، او انتي انوية بطئوا الفيديو وقعدوا اتفرجوا كده اهو، وحلوا وعيشوا حياه. الناس اللي بتطلب مني اي صفحه، الصفحات موجوده اهي، صفحه 15 اهي، بيج 15. الفيديو 15 بيني وبينكم صغنطة يعني، برضو 16 صغيرة، 17 برضو صغيرة جدا. دي صفحة 19، بيج 19، بيج 20، 21، 22، 26، 28، 29، 31. خد بالك 31 ما فيهاش غير حاجة بسيطة، 32 كده. أنا محلتش السؤال ده. يوسف didn't use to do sports but now he does. بيج 35 هنبدأ بقى هنا ايه، الصفحات تبقى لايقه قوي 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 على بعض كده، وحاجه لوز اللي هو ايه، بمعنى ان الصفحه كلها تبقى ايه اسئله، فانت تعيش حياتك. طبعا الكلام هنا كان على شد وشدنت، والكلام في الوحده الاخيره كان على التصريف اللي هي الصفات، مقارنه الصفات. معرفش ما بيزهقوش منها، ودي الباراجرافات اللي موجوده كلها في الكتاب. بس طبعا ما مش بقول لك اعتمد على الكتاب في تكوين الباراجرافات، لان هو جاي يقول لك 7-8 باراجرافات بس، او جاي حوالي 10 لهم الاساسيين. اعتمد على قناتي يا ابني في الباراجرافات، هتلاقي كل اللي انت عايزه. بيجي 44 45 46 49 46 ودي 48 ودي 49. هنبدأ بقى المحافظات اللي بجد، اللي هي الإسكندرية. امتحان الإسكندرية بالذات بيبقى صعب، بحس انه غلس كده. القليوبية برضو امتحان بيبقى شوية تقيل. شرقية بيج 63 64 65 76 78 72 73 74 75 76 77 او 70 يعني، ممكن ما تنطقش دي. ودي 78 و79 يعني 80
انا طبعا وانا بوريكوا الصفحات ببص لو في عندي سؤال محلتوش بحلو. طبعا 98 99 100. بعد كده طبعا الحاجات دي مع الباراجرافات عندك في قائمة تشغيل بالباراجرافات كلها. 101 101 102 103. ودول كان لهم حكاية، ده انا كنت عملتهم لوحدهم قبل كده، يعني كان في طابع بياخدوا الكتاب من ورا، شغالين في الكتاب من ورا، فحلتها معاكم قبل كده، ودي من اوائل البراجرافات الامتحانات اللي حلتها. تخيلوا كنت انا بحل الكتاب من ورا. والفكرة دي كويسة لسبب ان هما الامتحانات اللي ورا اسهل من الامتحانات اللي قدام. One O eight, we one O nine. واللي هو what and you and your family do on holidays. دي عندي paragraph برضو. وكده كنت خلصت الكتاب. A week is enough. صورته كله وات عندكم. و